أهلا بيكم في قناة رؤية خاصة. ساعات وانت قاعد مع مجموعة من صحابك من أسرتك في أي مكان ويجي سيرة حد معين، تلاقي معظم اللي موجودين بيشكروا فيه وبيحبوه جدا، وساعات تيجي سيرة حد تاني تفاجأ إنه يعني مش قد كده، يعني المحبة مش على قدر. أكيد الإنسان اللي معظم الناس بتحبه، اللي دايما بتذكره بالخير وبتحترمه في غيابه، في صفات بتخلي الناس تحبه وتحترمه. أما النوع التاني اللي هو الناس بتبتدي تعامله بحذر، هو بيحس إن المعاملة اللي مش راضياه قوي، أكيد هو بيتصرف تصرفات بتخلي الناس يبقى ده رد فعله. لازم تبقى عارف إن أفعالك أو أفعالنا هي اللي بتخلي الناس تحبنا وتحترمنا أو تكرهنا، لأن في طبيعة الناس أي إنسان عنده الرغبة في إن الناس تحبه وتحترمه. طيب أنا عايز وعاوز الناس تحترمني بجد، مش نفاق. لازم تكون عارف إن في صفات لازم تكون موجودة فيك علشان توصل لمحبة الناس واحترامهم وغالبية الناس، وأنا كلامي دقيق، لأن الناس ما بتجمعش على حاجة واحدة، في هتلاقي اللي بيحبك وفي هتلاقي اللي بيكرهك، لكن الغالبية ممكن يكونوا هيحبوك نتيجة إن أنت بتتحلى بالصفات دي. ده اللي هنشوفه دلوقتي، خليكم معايا، يلا بينا. إزاي أجبر الناس أو أخلي الناس تحبني وتحترمني؟ في مقولة قبل ما ابتدي في الصفات لأحد الحكماء بتقول: هل يمكن أن تجبر شخص على أن يحبك؟ بالطبع الإجابة لا تستطيع، ولكن يمكن أن أجبر الغالبية على محبتي واحترامي. المحبة بين الناس مش موجودة في العامية، لازم يكون عندنا الفكرة دي، أن أنت لا تستطيع أن تجبر أي شخص على أن هو يحبك، لأنك مهما تعمله وهو ما عندوش النية أنه يحبك مش هيحبك، لكن بتصرفاتك تقدر تخلي ناس كتير من اللي حواليك يحبوك ويحترموك. وعاوز ألفت نظر حضراتكم لحاجة بسيطة كانت موجودة في الأيام اللي فاتت. إيه اللي بيجبر الناس أنها تحب عائلة ملك الأوروبا؟ مش حاجة غريبة؟ حديث السوشيال ميديا كله بيتكلم عن الموضوع ده. أنا في اعتقادي أهم صفة تجعل الناس تحبك هي البساطة، وفي رأيي إن البساطة كل الصفات اللي بتيجي وراها هي شرح للبساطة. عندما تكون إنسان بسيط في كل تصرفاتك، في لبسك، في طريقة كلامك، في كل حاجة تقدر إن أنت بتعملها الناس بتحبك لبساطتك. كل أفعالك وكل حاجاتك اللي أنت بتعملها بتكون ناتجة عن إن أنت راجل أو إنسان بسيط. نيجي نشوف إيه أهم الصفات اللي تخليني أنا الناس تحبيني ببساطة وبدون التعمق في كل صفة، علشان لو تعمقنا في كل صفة ودينا أمثلة عليها كتير مش هنخلص. أول حاجة الابتسامة عند اللقاء. أعتقد إن ده موجود عند معظم الناس. الابتسامة بتخلينا واثقين من نفسنا أكتر، وبتخلي الإنسان اللي قدامك بتجبره على الابتسامة، والابتسامة ما بين الطرفين بتجعل فيه ود في الحوار، وخاصة إذا كان أول مرة تشوف شخص بتقابله لأول مرة. يبقى الابتسامة عند اللقاء دي أهم صفة من الصفات اللي أنت ممكن تتحلى بيها. الصفة التانية اللي بعد الابتسامة ان انت تكون راجل مجامل، بمعنى ان انت تكون عندك الاستطاعة على ان انت تشكر الاخرين. الشكر اصبح نادر في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. لازم تكون مجامل، ولكن تكون مجامل على الحقيقة وليس نفاق، لان الشخص اللي انت بتشيد بيه او بتشكره على خدمة او بتشكره على حاجة او ميزة فيه أو بتشيد بيه في حاجة معينة بيتمتع بيها في شخصيته، أنت بتديله دافع وبتجبره على إن هو يحترم نفسه ويحبك لأنك بتحترمه. إذن الإشادة لابد أن تكون صادقة، والشكر واجب. الحاجة الثالثة إن أنت تكون راجل بتحب تساعد، تقديم المساعدة للناس. هناك من يقول خدمة الناس تجعل للحياة طعما أجمل، لكن في ناس ما بتحبش تخدم حد. المجتمع فيه ده وفيه ده. لازم تبقى انت راجل بتحب تساعد الناس او انت بتحب تساعد الناس. يعني مثلا على سبيل المثال، ساعات بتدخل في مكان وبتيجي تكلم واحد رايح تقضي مصلحة، يعني يجي يسلم عليك ويقولك انا فلان ازاي اساعدك. اعتقد ان الجملة اللي قالها في ثانيتين دول ادوك طمأنينة
وادوك إحساس أن المصلحة اللي أنت جاي تقضيها ممكن جدا أنها تخلص بيسر وسهولة نتيجة الكلمتين اللي قالهم دول. إذن لما تقدم مساعدة للآخرين أنت بتجبر الآخرين على محبتك وبالتالي الاحترام. الحاجة الرابعة اللي هي الصفات من الصفات العامة، لأن في بعد كده مهارات أنت لازم تكون تتمتع بيها، حب التعرف على الآخرين أو حب التعرف على الناس. مش معنى كلام إن أنت تمشي في الشارع أي حد ماشي تتعرف عليه، لكن لما تكون في مجتمع، لما تكون في مناسبة، لما تكون في مكان ما وفي ناس وبيحاولوا يتقربوا منك، حاول إن أنت تبادلهم نفس طريقة التعرف، لأن طريقة التعرف دي بتدي الناس إن أنت شخص متواضع ولست متكبر. دولي أربع صفات أساسية لازم يكونوا في أي بني آدم عشان الناس تحبه. لكن في مهارات لازم تكون فيك، ولو أنت مش موجودة فيك لازم تتدرب عليها. إيه هي المهارة اللي تخليك لحظة بلحظة علاقتك بالآخرين رائعة وبتزود من احترامك؟ أول مهارة إن أنت تكون عندك مهارة الإنصات، تسمع. وفي فرق بين السمع بتركيز، وممكن يكون الإنصات هو اللي بتركيز، ولازم تدي إحساس للإنسان اللي قدامك إن أنت بتسمع له ومركز في كلامه، مش بتسمع له وبتلعب في الموبايل، مش بتسمع له ومد وشك ناحية تانية. الحاجات اللي بتشوفها كتير دي لما بتنصت لواحد لحظة بتحسسه بقدر كبير من الاهتمام، هذا الاهتمام يجبره على إن هو يحترمك. في مقولة بتقول لن أندم أبداً على لحظة التزمت فيها الصمت، ولكن ندمت كثيراً على لحظات تكلمت فيها. إذن لما تنصت لواحد أنت بتديله زي ما بيقولوا كده برستيجو، بتسمع له حتى لو أنت ما تعرفوش أول مرة تشوفه. الإنصات بيحتاج لتركيز، وعشان تحسس اللي قدامك أن أنت كنت مركز في كلامه لازم تعمل حاجة مهمة جداً، إن أنت لازم تسأله في نفس الموضوع المرتبط بالحكاية اللي بيقولها. هنا هيشعر بالاهتمام، وبالتالي هيشعر بأن أنت إنسان متواضع، وفي الحالة دي هيحس أن أنت إنسان محترم فهتجبره على احترام. اللي ما عندوش مهارة الإنصات ما بيسمعش لحد، لازم يتدرب على أن هو ينصت للناس، لأن أن أنت تنصت للناس ده معناها أن أنت بتحترم الشخص وبتسمع كلامه تديله وضعه، وبالتالي فهو هيحبك وهيحترمك. لما تيجي تتكلم دي المهارة التانية، ما تتكلمش عن فرضيات، لازم تكون بتتكلم عن وقائع، يعني تتكلم عن حقائق اللي يسمعها ما يقدرش يقولك انت بتقول ده ازاي. تالت حاجة عشان نختصر الكلام، اذا كنت في مكان ما حاول ألا تكون اول المتحدثين، دي المهارة التالتة. في ناس بتستعجل جدا في الكلام، وفي ناس على طول أول ما بيتفتح حوار تلاقيها بتتكلم وما بتفصلش. لا، إذا كنت في اجتماع أو قاعد في نادي أو قاعد في قاعدة عائلية أو قاعد في قاعدة مع ناس في جلسة مع ناس، الانتظار حتى لا تكون أول المتحدثين ده بيديك فرصة أن أنت تفكر تقول إيه، وبالتالي لما تفكر تقول إيه هتقدر تتكلم كلام متزن. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، اللي قاعدين هيفضلوا مستنيين رأيك، فهتلاقيهم بيبصوا ليك منتظرين كلامك، بيبقى في شغف لان هم هيسمعوا كلامك وهيستمعوا اليه جيدا، ولو سمعوا ليه كويس هيحسسوك ان انت ذو اهميه، وتفكيرك هيخليك ان انت تنظم الكلام اللي انت بتقوله، وبالذات لو انت في مجتمع مش انت مرتبط بيه، مجتمع غريب عليك، ناس لسه اول مره تشوفها. الكلمات كالمفاتيح، اذا اخترتها بشكل صحيح ستتمكن من فتح القلوب أو غلق كل الأفواه، محدش يقدر يرد عليك في اللي انت بتقوله طالما انت مفكر انت بتقول ايه. اذا احنا اتكلمنا عن البساطة ونزلناها لأربع حاجات، الابتسامة، الشكر، تقديم المساعدة، حب التعرف بالآخرين، واتكلمنا عن ثلاث مهارات لازم يكونوا موجودين، ولو مش موجودين تحاول ان انت تدرب نفسك عليهم. الانصات، عندما احكي لا احكي الا الواقع، وبالذات مع من تقابلهم لاول مرة. ثالث حاجة، لا تكون اول المتحدثين، خليك دايما متأخر شوية. لو انت عملت كده هتلاقي المحبة موجودة من ناس كتير جدا، لانك انت بالطريقة دي هتقدر تخليهم بهذه العادات اللي موجودة فيه، هتجعل اللي حواليك يحبوك
ويحترمني. لازم تتدرب على الصفات دي، لان احنا بنتولد بالصفات. احنا ربنا مش خلقنا كشرين، ولا خلقنا بان احنا ما بنخدمش الناس، لا ديننا ولا طبيعتنا بتقول كده، لكن دي حاجات احنا بنكتسبها في الحياه اللي احنا عايشينها. لازم تنتبه دايما لافعالك، وتنتبه دايما لعاداتك، لان هي اللي هتكون انت عليه في المستقبل، اما انك تكون محبوب واما ان انت تكون مكروه. طبعا علشان وقت الحلقه هنكتفي بالجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة، اللي هي ازاي تخلي الناس يحبوك ويحترموك. الحلقة الجاية هنتكلم في عكس اللي احنا قلناه. احنا كنا بنتكلم ازاي تخلي الناس تحبك وتحترمك. المرة الجاية ان شاء الله في الحلقة الجاية هنشوف الاخطاء اللي ايه اللي احنا بنعملها بدون قصد، بتخلي الناس بتتعامل معانا بطريقة ما بترضناش، بنبقى مش مبسوطين، وحس ان الناس دي ما بتحبنيش. دي نتيجة بعض التصرفات اللي احنا ممكن نقوم بيها ومش واخدين بالنا. ياريت تنتظرونا في الحلقة الجاية علشان نكمل بقية الموضوع، لانه موضوع شيق جدا ومهم جدا. ياريت ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلك كل جديد من القناة. وإلى أن نلتقي بكم، تحياتي لكم جميعا. سلام.